اوقات يجيب لي ايه كمان يا نور، الصور بتاعتهم ويقول لي اكتبي، يعني مش اوقات يجيب لي ايه الصور بتاعتهم ويقول لي اكتبيها. خلاص خلصنا ايه ليه سجي. طبعا اللي علينا حفظه مهم جدا جدا جدا، الخمس حاجات بتوع الماتيير بتاعتي. خلاص طيب نيجي ليه درس جرامير لذيذ جدا انا بحبه شخصيا. يعني سبق وقلنا المره اللي فاتت ان الفرنسي الجمله بتاعته بتتكون من 3 اجزاء: سوجي فاعل، فيرب فعل، واخر حاجه كومبليمون اللي احنا قلنا احنا مالناش دعوه بيه دلوقتي حاليا في السن بتاعنا ده، خلينا في ايه في الاثنين الاولاني. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم عن الفيرب. خلاص في الايه كمان في المضارع في لو بريزون. تمام يبقى انا عندي هنا لو بريزون هاخد حاجه اسمها المضارع اللي هو البريزنت، عارفه زي الانجليش البريزنت سمبل. خلاص لو بريزون اللي هو الافعال الفعل المضارع، تمام، اللي هو ايه الحدث اللي بيحدث الان. هناخد المضارع بتاع ايه النهارده؟ المجموعه الاولى اللي هي لو بريمير جروب. خلاص افعال المجموعه الاولى اللي هي ايه الاكثر شهره الفيمس بتاعتهم. ما يميزها ان كل الافعال بتاعتها اخرها ار. هديكي كده ديز اكزامبل بعض الافعال، تمام، او اكتر الافعال احنا قلنا هم الاغلبيه هم اخرهم ار على فكره، يعني اغلبيه الافعال في الفرنسي اخرها ار، الاكتر يعني او الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما اخرهم ار. خلاص وخاصه اللي بنستخدمه في حياتنا العاديه. تمام طيب زي ايه مثلا؟ عندي فيرب مثلا جوي. جوي يعني ايه؟ يلعب. ريغاردي يشاهد. فيزيتي يزور. فابريكي يصنع. تمام ابيتي يسكن. امي يحب. مثلا اكسبليكي يشرح. بارلي يتكلم. بافاردي بقى ده كل الطلبة والطالبات بيعملوه، بلوك يتحدث كثيرا. بافاردي يعني ايه لوك؟ يعني يتحدث كثيرا. خلاص عندي دونسي يرقص، شانتي، كلهم واخده بالك ان هم مشتركين في ايه؟ ان اخرهم ايه؟ ار. ايه هي البرونوم بتوعي الاساسيين عندي اصلا في الفرنسي؟ احنا قلنا دول اللي هعمل معاهم تصريف لكل الافعال: جو، تو، ال، ال، نو، وفو، وإيل افيك اس، وإيل افيك اس. خلاص طيب هناخد اكزامبل كده على اي واحد من الافعال اللي احنا خدناه. نيجي مثلا اكزامبل مثلا على فيرب جوي. فيرب جوي فيرب اخره ايه؟ ار. خلاص هبتدي اكتب البرونوم بتوعه، البرونوم بيرسون جو، تو، إيل. هكتب ال مع بعض، انه احنا لازم نبقى متفقين في تصريف الافعال الايل والال زي بعض: فو وايل افيك اس وال افيك اس. خلاص طيب اول حاجه هعملها نور، اول ما اشوف فعل اخره ار همسك الاو ار دي هحط عليها دايره كده وهشطبها. كل واحده من دول ليها غطا خاص بيها هي. طب هنعمل ايه يا جماعه؟ اول حاجه هعملها هشطب الايه الاو ار، هنزل الفعل كما هو، هنزل الفعل كما هو. ادي جو اهي اهي، انا عملت حاجه، انا كده منزله الفعل ايه مش متغطي. الجو هحط ايه في الاخر يا جماعه؟ هحط ايه. يبقى اول ما اشوف الجو هشيل الاو ار واحط ايه او. طب التو اس، الإيل والال غطاها.
دول كبار شوية لأن عددهم أكبر، إنه كتير، إنه نحن، يعني ممكن يبقوا 2 3. خلاص هحط إيه بقى؟ O N S. طب والفو؟ E Z. طب الـ L avec S والـ L avec S؟ E N T. يبقى الصغيرين واخدين ايه؟ غطيان صغيرة، والكتير واخدين غطيان ايه؟ كتيرة، لان هم كتير عددهم كبير. خلاص تاني، الجو غطاها او، تو او اس، الايل والال او، النو او ان اس، الفو او زاد، الايل افك اس والال افك اس او ان تي. بس في نقطة، كل ده بحطه بعد حذف الايه؟ الاو ار.